هذه القضايا بشكل رسمي، بشكل واضح ورسمي. ولكن هل توجد مشاريع للتصدي ولكنها ليست بهذا المستوى، يعني ليست بمستوى هذا الانفتاح على المواقع الاجتماعية؟ الجواب نعم، توجد مشاريع متعددة. بعض من هذه المشاريع تكفلت بها بعض العتبات، البعض من هذه المشاريع تكفل بها مثلا مؤسسة المصطفى للإرشاد التي يديرها أو التي يعني بإدارة السيد الحسيني، سيد رشيد الحسيني حفظه الله. وكذلك مشروع التبليغ الديني الذي يقوده أيضا بعض الفضلاء، منهم السيد أحمد الشكوري. بالإضافة إلى ذلك ما يقدمه بعض الفضلاء من مواضيع ومن محاضرات تهم الشأن العام، هذه كلها تصديات. ولكن هذه التصديات لها مأخذ، عليها عفوا مأخذ واحد، أنها أقل من الخطر المحدق، أقل من الخطر المحدق. وهذا يجعلها، هذا يجعلها ليست في مرتبة الحدث، يعني ليست على مستوى الحدث، إنما هي بمستوى أقل من الحدث. هسه هذا هو الموجود. أنا لا أريد كما يقال أن أضفي عليها صفة ليست موجودة، لأن هذه الحقيقة. الحقيقة أن التصدي للشبهات بشكل رسمي، بشكل مشروع رسمي يمثل الحوزة،